عسلان مدن، نائب رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الجمعية المحلية للتنمية السياحية، وفاعل جمعوي في مدينة شفشاون. اهلا بك استاذ. اول سؤال استاذ كيبان حنا في هذا الباب هذا، هو ان السياحه بمدينه شفشاون كباقي المدن بطبيعه الحال المغربيه كتعرف واحد التوقف خلال فتره الحجر الصحي، وفتور ايضا كبير خلال فتره الطوارئ الصحيه، لا سيما قلنا بعد القرار الاخير للحكومه باغلاق مجموعه من المدن السياحيه. في نظركم ما هي الاجراءات المتخذه في هذا الباب من اجل الاقلاع للسياحه في مدينه شفشاون؟ وهو فعلا ان بعد اجتياح هذا الوباء للعالم شلت الحركه الاقتصاديه على المستوى العالمي، والمغرب هو جزء من هذا الكون ومن هذه الارض. احنا في شفشاون كذلك، يعني خلال فتره الحجر الصحي توقفت الحركه، يعني لان كان ضروري هناك اتخاذ واحد مجموعه الاجراءات الوقائيه لحماية ساكنة شفشاون وإقليم شفشاون. إذا توقفت الحركة الاقتصادية في هذا الصدد هذايا، لكن من بعد رفع الحجر وبداية الحركة بدأنا، يعني كنلتمسوا واحد النوع من الأمل، كفاعلين سياحيين بهذا الإقليم، بوصول واحد مجموعة من الزيار المدينة، نظرا لأن حنا ملي كنتكلموا على زوار المدينة فهم المغاربه، نظرا ل يعني اغلاق الحدود المغربيه سواء البريه الجويه، وكذلك يعني اغلاق الاجواء. اذا شنو هي الاجراءات اللي درتوا في هذا الاطار استاذ؟ يعني ملي حسيتوا بان السكان بدات واحد الحركه، شنو هي الاجراءات اللي قمتوا بها؟ اذا هنا لابد من التذكير بواحد مجموعه اللقاءات اللي عقدناها مع المسؤولين على المستوى المحلي مع السلطات الاقليميه، لتفكير في واحد مخطط للنهوض يعني بالسياحه، وكذلك حنا كفاعلين سياحيين منذ يعني فتره الحجر اسسنا واحد الحركه اللي سميناها حركه سياحه اقليم شفشاون، واللي كان الهدف ديالها هو الترويج وتعريف المغاربه بالمؤهلات اللي كيسخر بها اقليم شفشاون، لان يعني هذا كانت اول خطوه، وكذلك الانخراط ديالنا كفاعلين سياحيين مع واحد المجموعه ديال الحركات على المستوى الوطني اللي مشات في هذا الاتجاه، لان بعد كوفيد كان لا يهم فقط وجهه شفشاون وانما يهم المغاربه وكل جهات المغرب. نعم استاذ، اذا ملي كنركزوا على السياحه الداخليه في مدينه شفشاون قلنا وبعد التوقف ديالها، يعني بطبيعه الحال التوقف ملي كنقولوا التوقف راه كان التوقف على مستوى السياحه الخارجيه. نعم. هل كان لديكم يعني مخطط او خطه استعجاليه في هذا الباب؟ يعني الاستعدادات على المدى البعيد. فعلا انا من بين ما تم التفكير فيه هو يعني تاطير كل الفاعلين داخل واحد المجموعه اللي هي سميناها حركه كما قلت، واللي من خلالها كنا كندعو كل الفاعلين والمستثمرين في المجال ديال الفندقه والمطعمه انه يتم تخفيض مثلا كوسيله لجلب السياح، وهو سكون ابل لي باك بروموسيونيل. اذا هذه واحد الوسيله اللي كانت يعني ربما في القريب العاجل، لان خصنا نخدموا على واحد المجموعه ديال المخططات، منها ما هو اني منها ما هو يعني مرحلي، يعني كل مرحله الا ومن بين ما مثلا ما تم التفكير فيه وهو هذه الباقات اللي الهدف ديالها كان هو استقطاب اكبر عدد من السياح، وهنا شفنا حتى على المستوى الوطني تنافس بين الجهات في هذه العمليه هذه. نعم، اذا هنا كنرجع لواحد الفكره اللي هي السياحه الداخليه. بالنسبه للسياحه الداخليه دائما كنشوفوا ان الهاجس الاكبر ديال السياح الداخليين هو كما قلت لك، يعني كاينه الكلفه، مشكل الكلفه، كاين مشكل الجوده، كاين البنيه التحتيه. واقعيا بغيت نعرف واش كتصادفكم شي مشاكل حقيقيه في هذا الباب. وهو بكل صراحه زعما غياب واحد الاستراتيجيه على المستوى الوطني ديال النهوض بالسياحه الداخليه، وهنا لابد من التذكير بواحد المجموعه ديال المناظرات السابقه، ومنها مناظره 2001 بمراكش، واللي كان تطرق هذا الموضوع من بعد حرب الخليج، كان تطرق لهذا الموضوع ديال السياحه الداخليه
الا انه لم تعطى له الاهميه، لان في ذاك الوقت وقعت لا رولونس ديال السياحه على المستوى الدولي وهذيك، وتناسى يعني هذا المشروع ديال السياحه الداخليه. انا اقول ان السياحه الداخليه هي صمم الامان للاقتصاد الوطني في المجال ديال السياحه. علاش؟ لان السائح المغربي كيمكن يمشي مثلا للقريه ويشري المنتوج ديال القريه، اذا كيساهم في الـ في الـ في الترويج ديال المنتوج ديال القرى ديالنا، وخاصه التعاونيات اللي كتبيع المنتوجات المجانيه. السائح المغربي كيمكن يتعايش مع مختلف يعني الاوضاع والمستويات المختلفه اللي هي كتواجد فعلا احنا اليوم خصنا نستعدوا للسياحه الداخليه، نستعدوا للتفكير ديال المغربي كيفاش كيفكر في الخروج ديالو من الدار ديالو. لان احنا عاده ملي كنخرجوا بالعائله، يمكن نخرجوا اربعه، يمكن نخرجوا حتى 12 و15، اذا خصنا نفكروا في المنتوج اللي كيلائم هذا المغربي نظرا لامكانياته البسيطه كذلك. اذا هنايا لابد التفكير في لوكو، وميم طو التفكير في تحسين جوده الخدمات اللي هي خصها تقدم لهذا المواطن المغربي. اذا هنا على ذكر الاستعداد ديال المواطن المغربي، او على ذكر الاستعداد ديال السياح الداخليين، كنعرفوا بان مدينه شفشاون بعد الفترات كتشهد واحد الاكتظاظ. نعم. الاكتظاظ يعني على نعم. مستوى كان اللي هذا بغينا نقولوا الذروه. نعم. الذروه ديال النشاط ديال نعم. النشاط السياحي. نعم. في المقابل كان نلاحظ هناك نقص شديد في عدد الاسره اللي قلنا ما كيتعداش 1883 سرير. نعم. واش كاين شي طريقه ناجحه للحيلوله دون سقوط مثل هذه المشاكل؟ صحيح انا شفشاون كاين فترات اللي كتعرف فيها واحد وصول او زياره العديد من السياح المغاربه، واللي كتكون فترات صعيبه باش يتم يعني الضبط ديالها. لان اولا ملي كنتكلموا على شفشاون، هناك المدار الحضاري اللي هو جد محدود. اذا هنا تفكير ربما في توسيع المدار الحضاري لخلق استثمارات جديده، لان ملي كنشوفوا البنيه التحتيه ديال الاقامات في شفشاون فهي جد محدوده، يعني كتصنف اما مثلا فنادق مصنفه 4 نجوم فندق واحد، ثم الغالبيه هما دور الضيافه او الرياضات. هاد دور الضيافه او الرياضات لا يتوفرون على غرف مثلا كافيه لاستقطاب واحد العدد كبير ديال السياح، علما ان اقليم شفشاون هو من الاقاليم الكبيره في الجهه ديال طنجه تطوان العزيمه، الا ان الاستثمارات ما هذا الاقليم ما عرفش واحد الاستثمارات في المجال السياحي، لانه لو كان اهتمام هنا يكون اهتمام ديال الدوله بتوفير مثلا الشروط ديال الاستثمار، منها الطرقات، فتح الطرقات، كذلك كهرباء واحد المجموعه ديال القرى اللي هي باقا لحد الان على طبيعتها القديمه، فتح ربما مسارات جديده، لان الاقليم كيتوفر على مؤهلات ماشي فقط طبيعيه، ولكن حتى مؤهلات بشريه وواحد التراث مادي ولا مادي كبير اللي خصنا نثمنوه واللي خصنا نفالوريزيوه. نعم، شكرا لك سي عبد السلام، وكنشكرك على التواصل ديالك معنا. بارك الله فيكم، وشكرا، وكنشكر جميع الاخوه الصحفيين المتواجدين معنا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.